بص انا عايزك تبقى هادي بس ما تبقاش متوتر وجاوب براحتك يعني ما تبقاش متوتر مني فدوس عادي. والنبي الاسم في البطاقه صبري عبد السلام محمد عبد الله فواز. اسم الدلع صبوره ايه؟ صبوره انت بتقولي صبوره؟ ايه صبوره ده احنا في المدرسه؟ انا هقول لك على حاجه يا صبري يا استاذ صبري يعني انا هواجه صعوبه في ان انا اضحك الناس معاك. اما طبعا انت جايب ممثل دمه تقيل. انت مالك معلمها كده النهارده في وشنا ليه؟ عشان انا راجل مقلم، مقلم كبير. يموت المقلم ولا يتقلم. صبوره انت ناس كتير قوي بتقول ان انت بتبقى مفشخرها شويتين ثلاثه. ليه مفشخرها دي؟ انت عارف ان انا والله العظيم النهارده تعبان قوي؟ يا جماعه ممكن قط ودي استاذ الحمام. عايز اقول لك ان انا والله حتى فطرت شاي بلبن وبسكوت وبتاع. سلامتك، لا الف سلامه، كده يبقى فعلا والله العظيم الموضوع بيتعبني جدا. انه موضوع بقى؟ الشاي بلبن. الشاي بلبن بتعبك؟ والبسكوت، والاتنين مع بعض؟ بيتعبوني قوي يا صبري والله العظيم. والله العظيم انت ظروفك صعبه فعلا. والله يا بجد انت ليه بتفتي يا صبوره في كل حاجه؟ ايه بفتي دي؟ يعني بتقعد تفتي في كل حاجه بتبقى عامل ان انت عارفها وممكن في الاخر ما تطلعش عارفها. مفيش حد مش عارف كل حاجه. انت عمرك ندمت على حاجه كتبتها على الفيسبوك قبل كده؟ عمري ما ندمت على حاجه كتبتها ولا حاجه عملتها ولا حاجه قلتها. حتى الحاجات الظريفه اللي بتقعد تكتبها؟ حتى الحاجات الوحشه اللي بعد. يعني انت كتبت رمضان كيرو؟ لا رمضان. لا مش بقول لك انا واجه صعوبه النهارده في الضحك. الاستاذ فيستك القط بتاعنا بتصور جنب الفانوس. انا بقول للناس او هو اللي بيقول للناس رمضان كريم كريم. تحاول نمنتج بقى كل الكلام ده بالظبط. انت ربنا المنتج ده ستار العيوب اسمه كده. تعرف تقول لي نكته فيها كيرو؟ كيرو لو جدع بقى. فيش والله. اقول لك انا؟ اقول لك. قول يا سيدي. مره واحد اسمه كيرو راح الجيم بقى نص كيرو. شفت انا اشطر منك ازاي؟ انت فعلا جريء. ما دي عايزه وجاح. انت كتبت على الفيسبوك فانخ. فانخ يعني بايظ وحش يعني سخيف فاسد. يا فانخ انت بتتكي ليه عليها؟ عشان شايفك فانخ. حقيقه يعني. اخر اجر اخدته كام يا صبوره؟ لا مش هقول لك طبعا. الضرايب بس اللي تعرف. طب يلا بس قول لي. انا ما بنكرش حاجه. يلا صبري بقى والنبي انا تعبان والله. لا اقول لك انت ليه؟ انت مالك يا عم؟ يلا انا انت والله واكل. بقول لك ايه؟ انا تعبان. انت سلامتك يا جماعه. انا اخدت اجر كويس وممكن اتبرع لك بمشوار المستشفى. صلاح السعداني ولا احمد السعداني يا صبور؟ صلاح السعداني صديق واحمد السعداني صديق. اللي بقول لك انت جاي تبوظ لي اللعبه. لا بكلمك بجد والله. والله ده حقيقه. انا يعني علاقه بيني وبين استاذ صلاح حلوه جدا. صلاح السعداني وبيني وبين احمد بس اقرب لي صلاح لان كنا بنتقابل كتير. انا واحمد مثلا يعني صلاح. فاروق فلوكس ولا احمد فلوكس؟ فاروق فيشاوي. محمود عبد العزيز ولا كريم محمود عبد العزيز؟ لا محمود عبد العزيز طبعا. هو كريم قمر بس محمود عبد العزيز. محمد رمضان ركز ولا شهر رمضان؟ شهر رمضان اكيد. اخر اجر اخدته كان كام يا صبري؟ اصل انت بتسال سؤال غريب جدا. سؤال ما ينفعش يساله غير اتنين والاتنين عارفين خلاص. مين هم؟ انا ومين بقى؟ لا مش انت مش واحد منهم. الضرايب والبيت هم الاتنين عارفين والحمد لله. طب ما انا اعتبرني احنا يعني احنا ما يصحش اعتبرك ضرايب عشان هيبقى في بيني وبينك مشاكل كتير. يعني البيت يعرف وانا لا يا صبوره؟ انت هتغير من دلوقتي؟ عشان هزارك الكتير ده بقى صبوره هتغني لي حاجه. عاشق ليالي الصبر مداح القمر. عشق العيون السمر غواني سهر. ودنك وحشه قوي. وغلاوتي عندك يا صبوره الكامل. طب انا بقى عايز اهدي لك حاجه. قول. وحياتي عندك. وحياتي عندك. ما النبي يا شيخ. النبي يا شيخ الله لا يسيئك.